يا سلام وطالعين نبي نصور فلوق وحياكم الله متابعينا فلوق جديد يكسر الحدث ويطير النوم خليك شديد يا سلام شوف 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 الاسكريم البابو ثلج يسرسح يا متابعين لايكات اهم شيء اللايكات علشان يا متابعيني والاشتراكات وجرس التنبيه على طول كذا وين رايحين الحين رايحين للشب وعندنا مفاجأة وشي مفاجأة. حتى أنا ما أدري بها المفاجأة هذه تدريبها في الرايد لا والله ما أدري وش المفاجأة توهق حمود توهق قعد بها وشو قنابل قنابل بالصبح هي والله بالنهار قصدك العصر حنا ايه ها نبي نجرب الطيارة صار ثاني مرة طالب. عندها الطلحة ما ندري وش اللي به هذا سبحان الله نازل من الطلحة وحمود بينزل يستكشف الوضع يلا حمود طبعا قبل ناصر موقعنا لا الحين ما وصلنا موقعنا احنا نبي انزل يا حمود الله يستر عليك يا عيال ترونه نحل بيقعد به شوفوا 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 يا متابعينا عاش حمود قل بسم الله واستكشف لنا وش اللي هنا المسوا شوفوا وش اول بيدك ابن حاش بلاك انت وين افا يلا يا حمود المسو بيدك بيدك عادي وشو هو عاده يكون صمغ بس سبحان الله كانه عسل ها عسل تاكد ايه شوف ناشف طيب جيبه جيبه ناشف مو عسل اذا ناشف معناته هذا صمغ بسرعه والله به نحل يا ولد بنحل يا حمود قعد به انا هلا شبلاب شبلاب صمغ ما ادري عسل وين النحله تقول ما ادري كان هنا والله تجمع يا حمود مع السلامه اجلس اجلس هنا اجلس هنا احنا نجيك باتر ارتب 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 يا يبا ارتب ارتب وجاء وقت تطير الطياره امسك يا حمود شوي دقيقه خلنا نشغل الريموت ضغطتين كذا يبا امسكه دقيقه لا لا اصبر 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 الحين نضبط الوضع دقيقه تبي الطياره من عندك ايه. عشان بنرفعه ونشوف اشكالنا واحنا نمشي مع وسط الطلح من فوق ايش رايكم اشتغلت بس دقيقه خلها تشتغل يشتغل الريموت شغل الطياره زبط الوضع يا حمود افتح ايوه يا سلام لا امسك 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 خفت تشل اصابعي تخاف انها تهرب لا لا ما عليك مين شالعتنا اصابعك اخلص يلا بسرعه يا سلام يا سلام يا سلام الحين وش نسوي اوه طلعت خلاص وش نسوي نسوي كذا عشان تشتغل المراوح دقيقه بمسك زي الناس اصبر اصبر لا ما عليك ما عليك ما عليك ابعد عن السياره قدمها شوي ايوه خلها الحين الطيارة فوقنا بالضبط افتح ايوه هذه هي الطيارة مثل ما تشوفون نبي وش نسوي نرفعها زيادة مع السلامة كم كيلو راحت 5 كيلو 5 كيلو لا ما شوف 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 الضلعون لا اله الا الله شوفوا شو بسويها الحين ابلفها امسك يا حمود امسك صور ال شو اسمه الريموت شوفوا بلفها الحين بلفه كذا وبسوي هاللون هذا حنا تحته ايه وبرفعها زيادة شوف شو اشكالنا بس يبعدنا هي من الطيارة راحت ما تشوف ما تشوف هذيك دقيقة شوف 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 هنا شوف هنا شوف ايش بعدنا شوف ايش بعدنا كم كيلو كم متر 78 متر 87 متر 88 ارتفاعه طيب شوف ما اشوفه نلفها كذا ونلفها اللون عشان تمشي معنا زين شوف 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 هنا شوف هنا طيب نبي نصور بحيث انه خلاص تمشي معنا هي الطيارة الحين خلنا نشوف رفعنا الطيارة الحين على ارتفاع 100 متر تقريبا شوف السيارة الصغرى كأنه نملة يا عيال تشوفونها اي والله يا
يبو شلون تصورنا طيارة من هالبعد؟ لا تقدر ترتفع إلى 500 متر بس إنها تختفي السيارة ما تشوفها. اي والله نكثر حنا نصير نملة عاد. شو حمودي سو باي سو باي المتابعين. باي. كافو فراج وينك؟ أو ما تنشاف يعني ما نشاف حنا. شوفوا نمشي من تحت الطلح. يا سبحان الخالق. لكن التصوير البطل صراحة خرافي. المنظر خرافي جدا. اي والله جدا خرافي. الحين وصلنا للمكان اللي احنا نبي. شوف شوف صور هنا. ها. واضح واضح. هذول بيوت الطين. هذا قصر الجبر بالشعب وهذا الجليب. زين نبي نرفع الطياره شوي. شوف شوف تشوف المناظر. اي والله شيء خرافي صراحه. وبعد شوي نبي نروح نصور العين اللي تمشي. لا الحين تمشي ما شوف 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 ايش بعده 100 متر. شوف احنا بننزل الطياره. اوف بعده. اي بعيده. بننزل الطياره ونبي نصور من داخل ان شاء الله. يلا بسم الله. طبعا تصوير الطياره ان شاء الله اني يمديني انزله مع الفوق ان شاء الله. دقيقه الحين نرجع الطياره نزبط الوضع. ابنزل له. تعال تعال انزل انزل يا حمود انزل. خل نشوف هي وين. هذه ها او قلنا بنزل علي. هل 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 هلا بطير الكلوة. والله هو نعم. خلاص الحين قاعد يصوركم المتابعين. طيب الحين بس بستكشف وش داخل الجليد. بنزل الطيارة. نزل الطيارة داخل. ايه ما ادري تنزل ولا لا. نبي نجرب. يا رب تنزل. يلا حمودي حمودي لازم يجي. الحين وصلنا الجليب. شوفوا الجليب. شوفوا ايش بعده. وبوه ماء مليان ماء. ها خلوكم هنا انتم زين. ضبط المضبيط. الحين شوفوا الطياره وش بعده. هذه الطياره ما تشوفونه ولا لا. شوفوا شلون بسوي. ابنزله داخل الجليب. شوفوا 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 ها الحين بتنزل داخل الجليب. شوفوا اصبر اصبر اصبر. انا ودي لو فيه ظلال ولا شيء. شوفوا هذه الطياره نزلت. شوفوا شوفوا نزلت نزلت داخل الجليب. شوفوا هذه الطيارة. اصبر اصبر يا عيال. ارجع ارجع. في شيء داخل. هذه الطيارة دخل داخل. شوف 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 شوف. ما شاء الله. المصافي ولا مو صافي يا عيال؟ صافي يا طيارة. شيء خرافي صراحة. شوف 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 إذا رفعتها شوفوا شلون شكل شو اسمه الجليب من داخل. شوفوا. مع السلامة. استر عليا ما شاء الله تبارك الرحمن.